أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد ركن عبد مجلي أن قوات الجيش الوطني حققت انتصارات استراتيجية في جبهات محافظات الجوف ومأرب والبيضاء والضالع وقال العميد مجلي في تصريح لسبتمبر نت أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير مناطق استراتيجية أبرزها منطقة السبائغ بالكامل وعدد من المواقع المحيطة بها وكذلك تحرير قرون الهنادية ومحاصرة الميليشيات في جبال عرقان وأضاف أن تحرير جبل حويشان في الجوف مكّن بالفعل قوات الجيش من قطع الطرقات عن الميليشيات وتحقيق التقدم على مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية، مثمنا التضحيات والبطولات التي تسطرها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وأشار إلى أن المواجهات والغارات الجوية أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الميليشيات وتدمير آليات قتالية وعربات مدرعة تابعة لها. لافتا إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية نفذت ضربات جوية مركزة على مواقع الميليشيات وتعزيزاتها مشيدا بدور التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في مساندة أبطال الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال وأكد العميد مجليا أن قوات الجيش حققت تقدمات نوعية في جبهات نجد العتق بمديرية نهم وقانية وهيلان وصرواح والمخدرة والضالع لافتا إلى أنها تواصل استهداف واستنزاف الميليشيات في تلك الجبهات